ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلوي. مرحبا بك معنا سيد أديب. تحية لكم وتحية للمشاهدين. أهلا بكم. بداية، إلى أين وصلت تطورات عملية نبع السلام في هذه الأيام؟ مساء الخير. يعني حقيقة أستطيع أن أقول أن الآن يعني الموضوع أصبح يعني لعبة خلط الأوراق. يعني قامت قسد بتفاهمات مع روسيا واجتمعت في قاعة حميميم، هناك وفد من قسد اجتمع في قاعة حميميم مع الروس، وهناك تفاهمات الحقيقة مع النظام. الوسيط الرئيسي لهذا الموضوع هو قوات روسيا، هي الوسيط الرئيسي بين النظام وبين قوات قسد. ودعني أقول أن النظام لم يدخل إلى منبج، لكن الحقيقة دخلت قوات قسد بلباس قوات النظام. نعم نعم. إذن هناك تضارب إنجاز التعبير في الأنباء حول وجود قوات النظام السوري في منبج. يعني هل تعتقد بالفعل أن هذه القوات ستتواجد هناك؟ يعني دعني أقول أن المنطقة يعني ليست القوى العسكرية التي تفرض نفسها، وبالتالي لو كانت القوى العسكرية كان التركي هو الأقوى وهو ثاني أقوى جيش في الناتو، لكن الحقيقة ما يفرض نفسه الآن هي التفاهمات الدولية والتجاذبات. ودعني أقول أنا لا يعني نعم أستاذ أديب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أديب العلاوي. إذن هكذا تبدو. أنت تسمعنا جيدا أستاذ أديب؟ يعني نحن لا نتمكن من سماع السيد أديب العلاوي الخبير العسكري من الريحانية. ربما نعاود مرة أخرى الحديث معه لنقاش وتحليل المتعلق بهذه العملية التي بدأتها تركيا منذ عدة أيام، والتي اختلطت فيها الأوراق كما أشار ضيفنا عبر الهاتف، وأصبحت هناك مواقف متعددة للأمريكان أكثر وضوحا من ذي قبل، واتفاقات على أرض الواقع على ما يبدو بين روسيا والنظام وقوات قسد كما قال ضيفنا. مرة أخرى نرحب بك معنا أستاذ أديب، تسمعني جيدا؟ سيدي، يعني نريد أن نتساءل معا حول تقييمكم للمواقف الآن التي بدأت تظهر بشكل أكثر وضوحا من ذي قبل، ولا سيما ما قالته وزارة الدفاع الأمريكية من أنها تعيد انتشار قواتها في سوريا، وما صدر عن وزير الخزانة الأمريكية أيضا من فرض بعض العقوبات أو عقوبات على بعض الوزراء في الحكومة التركية. كيف يمكن تقييم الموقف الأمريكي على سبيل المثال؟ يعني الموقف الأمريكي، كنا نتكلم على الموقف الروسي، وأنا كنت أقول أنني أخشى من الخدعة الروسية، لأن يعني تركيا لا يمكن الاستغناء عن مدينة منبج. مدينة منبج هي مدينة استراتيجية وهي عقدة الطرق، وضروري أن يسيطر الجيش الوطني مع الجيش التركي على مدينة منبج. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات التي فرضتها على بعض الوزراء في حكومة أنقرة يعني هي لذر الرماد في العيون، دعني أقول لا قيمة لها. يعني ما معنى أن تفرض عقوبات على وزير الدفاع ووزير الطاقة إلى آخره؟ وبالتالي أنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي بالتنسيق مع تركيا قامت يعني تركيا ببدء هذه العملية، ولولا أن تركيا كانت يعني جادة في الدخول الضوء الأخضر الأمريكي، وهذا تعلمه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي دخلت تركيا بتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخرج من عنق الزجاجة ضمن هذه المعطيات وضمن يعني الرفض أو هذه العملية، ليس حبا في الشعب السوري، ولكن الحقيقة هي تنافس على فرض النفوذ في سوريا. نعم أستاذ أديب، فيما يتعلق بالموقف التركي، الرئيس أردوغان مرة أخرى أكد على أن هذه العملية ستستمر حتى تحقيق أهدافها. الآن وقد بدأت الأوراق كما تفضلتم في البداية بالاختلاط بين المواقف الروسية والأمريكية، وأيضا هناك عدم رضا أوروبي كبير عن هذه العملية، وأيضا موقف عربي شبه موحد رافض لهذه العملية. في ضوء كل ذلك، هل تتوقع أن يستمر الطرف التركي بعمليته؟ نعم. أولا تركيا
طالما اتفقنا على نقطة وقلتها في السؤال السابق أن تركيا كانت عازمة على الدخول بدون ضوء أخضر حتى للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من التسويف الأمريكي. نعم. لكن بعد دخول تركيا الآن لن تتراجع حتى تحقق الأهداف، وهذه الأهداف الحقيقة هي ليست أهداف فقط بالنسبة لتركيا، وهذه المعركة تأخرت أكثر من 8 شهور. الشعب السوري المتواجد في المنطقة تم احتلاله من قبل داعش اولا، ومن ثم الان من قبل يعني قسد، وطرد وينام تحت الزيتون الان المناطق والقرى التي تسيطر عليها قسد. نعم. هي قرى عربيه الصرف، وبالتالي لن تتراجع يعني الحقيقه تركيا على الاطلاق مهما كلفت الظروف. لكن يعني يمكن حتى نكون منطقيين وموضوعيين نقول ان المنطقه هناك لعب وخلط للاوراق، وبالتالي يمكن ان يكون هناك تفاهمات سياسيه بين الولايات المتحده الامريكيه وبين تركيا وبين روسيا، على اساس ستظهر يعني في 48 ساعه القادمه ستظهر نتائج هذه التفاهمات. نعم، إذا ننتظر حول نتائج تلك التفاهمات. شكرا لك الخبير العسكري السوري أديب العلاوي، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية.